السلام عليكم، انا اسامه شعبان وحلقه جديده. هنتكلم النهارده عن واحده من عمليات الجاسوسيه وهم جواسيس العصر الحديث. الجاسوس رمزي محمد الشبيني. قبل ثوره 25 يناير وتحديدا في 2008 الجاسوس رمزي محمد الشبيني وشهرته عبد الله ابو الفتوح واللي بيشتغل نقاش قرر يسيب مراته وولاده ويهاجر بيدور على حلم الثراء السريع عشان صاحبته اللي كان بيحبها وطلب يتجوزها كذا مرة ورفضته عشان حاله كان على قده وانه كمان كان متجوز ومعاه طفلين. خرج من مصر عن طريق الهجرة الغير شرعية. وصل ايطاليا لقى نفسه في كوخ مع مئات المصريين والعرب والافارقة الناس اللي مهاجرة مرميين كده ومحدش بيسأل عليهم واسوأ معاملة بيتعاملوها. من كتر القعدة هناك والتفكير والفقر والجوع والمرض وعلى طريقة فيلم بئر الخيانة بتاع الفنان نور الشريف قرر انه يروح السفارة الاسرائيلية ويخبط على بابها ويعرض نفسه عليهم عشان يشتغل معهم كجاسوس. وصل السفارة الاسرائيلية رن الجرس، ردت عليه الموظفة عن طريق مكبر الصوت اؤمر عايز ايه؟ قال لها بلغة ايطالية رديئة جدا انا عاوز اشتغل جاسوس. الموظفة افتكرته حد بيهزر قالت له اتكل على الله يلا يلا حبيبي من هنا هنرش مية. بس بعد اصراره طلع رجلين من امن السفارة فتشوه ودخلوه جوه للتحقيق معاه. وبعد مشاورات من ملحق السفارة طلبوا منه يسيب بياناته. هما في الاول فكروا ان هو تبع المخابرات المصرية بس تحريات الموساد اثبتت ان هو جاد في طلبه بعد ما بعت فاكس لرئيس الموساد نفسه وان هو جاهز يشتغل معاهم ويديهم المعلومات اللي هما عايزينها. بعد حوالي 10 ايام جاله تليفون من واحد قال له انا داود من السفارة الاسرائيلية تحب تشتغل معانا؟ قال له يا ريت. رتبوا له سفر لبلجيكا وادوا له عناوين كتير هناك. وصل في الاخر لمكان فيلا معزوله اسمها السيف هاوس. دخل غرفه لقاها فاضيه مفيش عليها غير مكتب وعلم اسرائيل. وعشان يثبت ولائه وعارف ان هم مراقبينه نزل سجد على الارض وقام بس علم اسرائيل. استلموا 2 ضباط من الموساد الاسرائيلي باسماء حركيه باسم داود ومنصور. خدوه ضربوه في بعض الدول الاوروبيه ورجع تاني ايطاليا. وعشان ما يثيرش الشكوك حواليه كان بيقول للناس ان هو بيشتغل في ورش البناء. فضل قاعد في ايطاليا مستني التعليمات انه ينزل مصر. ادوله جهاز موبايل مشفر وجهاز لابتوب مشفر وطلبوا منه ان هو ينزل مصر يبدا يجمع المعلومات حول الجيش التاني المصري. هنا قدر يجند البنت اللي كان بيحبها وهي سحر ابراهيم سلامه وكانت بتشتغل صحفيه. بداوا يجمعوا المعلومات ويبعتوها للموساد. وبعلاقاتها كصحفيه قدرت تحصل على معلومه خطيره وهي ان مصر اتفقت انها تحصل على 5 غواصات المانيه. وصلت المعلومة لرمزي اللي وصلها للضابط ومنها للموساد على طول. وعلى طول حصل ضغط من إسرائيل وأمريكا عشان تتلغي الصفقة وده اللي حصل بالفعل. سبب المعلومة المهمة دي تم ترقيته عشان يبقى موظف في الموساد الإسرائيلي بمرتب كبير ده غير المكافآت اللي وصلت لحوالي 80,000 يورو ده غير الهدايا الكتير. ادى لسحر حوالي 10,000 يورو ده غير الهدايا الكتير. بعد فترة اتكلف بمهمة تانية وهي جمع معلومات عن منورات النجم الساطع اللي بتتم في مصر كل سنتين وبيشارك فيها دول كتير. وبالفعل قدر يحصل على بعض المعلومات عن طريق معارفه هو وسحر. مع محاولة توسيع نشاطهم رصدتهم المخابرات المصرية. كان عايزين يعملوا مكتب توريد أغذية للجيش المصري عشان يخترقوا الجيش من الداخل. اتقبض عليهم سنة 2012. اتحكم على رمزي بالسجن مدى الحياة واتحكم على سحر 15 سنة سجن واتحكم على ضابطية الموساد بالمؤبد غيابي. وأسمائهم الحقيقية هي صمويل بن زائف وديفيد وايزمان. لعن الله الخونة، حفظ الله مصر. شكرا على المشاهدة، لا تنسوش تشتركوا في القناة. السلام عليكم.